فأقول وصية لإخواني الشباب، يجب أن يتحمل الإنسان أهله، ويجب أن يتحمل الإنسان أخته، ويجب الإنسان يتحمل والدته. يا أخوان، ألاحظ أنا مثلا بعض الشباب يتحمل زملاء، لو واحد من زملاء استنخيه ويقول له تكفى يا فلان، نبي نقرأ استراحتنا، نبي نقرأ نقري شرينا استأجرنا استراحة بالمسار الفلاني، تكفى ونبي نقرأ استراحتنا ونبي تكفى الحياة. أسأل الله لا يهينك، أبشر الله بسعادتك. يقول أطب له الصدر ويجلس معه 4 ساعات 5 ساعات ما يقول أح. لكن أختي تبي شارع مشاغل 10 دقائق، الله يقلعكم ويقلع ما أدري وشو، أشغلتونا وكل يوم بالسوق أنتم ما أدري وشو. يا أخوان، يجب أن نسألكم واسع الخاطر واسع الصدر، لأنه لا تلجي أختك إلى أنها تبحث عن شخص تهيض عنده وتفتح عنده أسرى، لأن أخوة مو بيمة، أبوة مو بيمة، أبوة باستراحة ولا بتجارته، وأخوة مشهور بجلي وبتضليل وبتغبير، ما فاضي لي ولا فاضي كذا، أنا فاضي إني أطرب روحي وأروح عجزماني. لا، يجب أن يكون لك وقت أن تحفظ أخواتك، تخرج. بعض الشباب عنده يقول والله بشرك أنا ما بقصر يا شيخ، والله العظيم إني أروح أستاجر لهم مخيم بالطرفية وأجدعهم بالطرفية وأجلمهم بعصة المغرب. خوش رجل، خوش رجل، لا تضحكون يا أخوان، موجودة والله العظيم موجودة، وكثير من الناس يا أخوان يراها أنها مرجلة، وإني أنا معطي لها هذه حريته. يوم السبت الماضي القريب هذا اتصل بشاب وقال الآن يا شيخ شيء ما يطاق، الآن أشوف بنات وراها دبابات وراها شباب وراها سيارات الطريق، والله أني تخيلت أن ما لنا أحد، توقعت أنها ضايعات. فجيت أنا الموقع وفعلا شاهدت بعيني بسيارتي الخاصة، شاهدت بعيني الواقع مو معقول، 3 دبابات يدور بالظلام ويجونها شباب ويستهبل، واحد راقب فوق سيارته يقول له والله يا بنت أنت ما تستحين على وجهك من العصر وأنا عندك ما أعطيتين وجه يعني من العصر. تفاجأت أنا، يعني هذه معلومة جديدة عندي الآن عن البنت، لأن من العصر وتدور بالدباب وين أهلها. فتفاجأت إنه في خيمة، ورحت من الخيمة سلمك الله وألقى كشان يا إخوان مو كبير، مو كبير، عمره تقريبا أقول 35 34، شاب بالضوء ابن حلال وحاط الرواق ومتكي ونظر الشرع عام. والله ما أدري عن يصير ورا الخيمة، شيء غريب جدا يا إخوان. فأنا أقول يا شباب لا إفراط ولا تفريط، أنا ما أتجه للأماكن هذه الحساسة أو الأماكن السيئة هذه وأقول والله، لكن أو بعض الشباب يقول والله بالنخيل. بعض البنات عندها نوع من التحلل، تجي اختي لابسه البنطلون ولابسه والله عباءه ضيقه ولابسه المكياج وحاطه المكياج وحاطه كذا، ثم ايش والله يلا ودنا للسوق بسم الله، اركبي وكبه بالسوق على اي حال كانت. وش تسوي اختي؟ ساعتين ثلاث ما يهمنا. انا لا، مو صحيح. كم من فتاه قبض عليها في مراكز الهيئات اهلها اجواد واهلها ناس صالحين كانت بغفلة. الفتاة اللي قلت لكم أعطاها الشاب البلاك بيري يا أخوان داخلت بكيس ودخلت المصلى النساء وغيرت ملابسها وطلعت. والدها يوم جاي استلمها من عند مركز الهيئة أقسم بالله أنه انصدم، قال والله الذي لا إله غيره أموت ولا أشوف بنتي تلبس هذا اللباس. لكن يا أخوان، من اللي علم هذه الفتاة المعاكسة؟ من اللي علم الفتاة هذه المعاكسة؟ ولدت وهي تعرف المعاكسة؟ لا، لكنها نشأت يوم وصلت عمرها 17 18 16، عرفت معنى الحب وعرفت معنى المصارحة وعرفت معنى الهدايا. والله أخوها الحميدي مشغول، وش فيه إلا اللي قلت لكم قبل شوي، ما فكر يوم من الأيام يأخذ ساعة في الأسبوعين، في الأسبوع مثلا ساعتين آخذ أختي. خش المانع يا أخي، آخذ خواتي التنتين الصغار ويلا مشينا بنروح نتمشى، أروح وهو مطعمهم عن طريق الملك عبد العزيز مرهم على البرج، شفت البرج هذا ترى هذا فوق ومطعم، ومر على الحديقة وشفت الحديقة هذه حديقة لا، ومر بهم ما يمنع أخوة تمشنا وياهم، ومر محل عصير. أنا أدري أن كثير من الشباب لو بيطبق الشيء ذا بتقول أمه بسم الله على بيدي، إيش جاب بيدي بسم الله على بيدي، يعني تواصل مثلا تريد تمشى بالعساكر وتجيب لنا خبز بس يا رجال ما نبي منك تمشي، وهذا واقع ترى يا شباب. لكن انا اقول اذا فتحنا جسور مع اهلنا قطعنا الطرق على اهل الحرام انهم يبحثون ويصطادون من الماء العكر. وكم من شاب
كم من شاب سلط نفسه وسخر نفسه مثل ما أن أخوانكم الآن في مركز التنمية سخروا أنفسهم لمثل هذه اللقاءات، والله الذي لا إله غيره أن هناك من غزى علم الفساد وسعى سعي جاهد وحثيث إلى أن يوقع بنات المسلمين.